وبكرر للمرة الألف، المهمة دي خطر قوي قوي. ها؟ ده هنضحك بعض ولا معانا فلوس هنصرفها؟ ده اجتماع دولي ودول مندوبين أجانب، ومش ده الخطر الحقيقي بصراحة. الخطر إن إحنا اعتمدنا على بسيوني إن هو يجيب لنا خريطة تحركاتهم. طب جربني المرة دي. أنا ما كنتش هستعين بيك أبداً لولا إن أنا مزنوق قوي قوي قوي. احنا مش هنعمل حاجة أبداً يا وسيم بيه، احنا هنعطلهم بس، هنخليهم يتاخدوا غياب. وبعدين يا سمسم نص ساعة تلت ساعة مش هتفرق معاهم، انت عارف الميتينج ده لو كان في مدينة نصر كانت هتبقى المهمة مين اللي هيوصلهم الأول. ماشي حلو، ده بشكل عام. بشكل خاص بقى، أنا مش هسمح تاني إن احنا نتغلب. ها؟ فاهمة إسراء ولا مش فاهمة؟ أنا؟ تكلمني أنا؟ آه لا طبعاً ما تقلقش، احنا في ظهرك طبعاً. في ظهري ها؟ في ظهري في الحمام. ماشي. لا عيب كده بقى. ماشي يا بسيوني، نيجي للتقسيم. انا هاخد واحد بس فيكو وهطلع على الهدف. ايه؟ وسيم. سمسم. على فكره هو سمسمتي انا بس، خلاص زيلي. جميل، انت اللي هتيجي معايا. انا ليه؟ ما في بيسو. هو ده النظام. بس يوني هتاخد انت البنات وهتسبقني على هدف بي. طب ما اسبق انا مع البنات وهو من باب التغيير يعني. طبيت يا ابني، البنات دول يبقوا مراتات يقبل. يلا بينا، المهمه بدات. شيلي ايدي. ما تيجي معانا مره يا جميل. مره ليه؟